خطوات كتابة أو تعديل الاسم باللغة الإنجليزية من خلال صفحة الطالب. من القائمة العلوية اضغط على الرابط القبول والتسجيل، ومن علامات التبويب الظاهرة اختر تبويبة ملف الطالب. قم بالذهاب لجزئية بيانات تفصيلية، وقم بتوسيع مربع الاسم بالإنجليزي. يلاحظ أنه عند كتابة الاسم باللغة العربية ستظهر رسالة خطأ تفيد أن الصيغة المدخلة غير صحيحة، لذلك تأكد أنك ملزم هنا بإدخال اسمك بالأحرف الإنجليزية فقط. أدخل اسمك الأول كاملا في أول حقل، ثم في الحقل الثاني أدخل أول حرف من اسم الوالد، ومن ثم في الحقل الذي يليه أدخل أول حرف من اسم الجد، والحقل الأخير أدخل اسم العائلة كاملا. بعد ذلك اضغط على زر حفظ. ستلاحظ ظهور رسالة تفيد بإتمام عملية الحفظ بنجاح. بهذا تكون قد أتممت عملية إدخال أو تعديل الاسم باللغة الإنجليزية. ملاحظات: التأكد من كتابة الاسم باللغة الإنجليزية خطوة مهمة قبل إتمام التخرج. في حال وجود جواز سفر يفضل مطابقة الاسم مع الموجود في جواز السفر. الاسم المدخل هو الاسم الذي يظهر في شهادات التخرج. رسوم تعديل الاسم باللغة الإنجليزية بعد طباعة الشهادات هي 10 دنانير. عمادة القبول والتسجيل، الجامعة الإسلامية بغزة.